مشكلة مرض الإيدز غير إن ملوش علاج يقضي عليه تماما، والعلاجات اللي موجودة بتوقف نشاط الفيروس بس وتقلل أعداده، إن مريض الإيدز بيبقى متخفي. المريض اللي عنده إيدز ما بيرضاش يقول لحد خالص عشان بيحس إن ده عار، لأن الناس عندها فكرة إن الإيدز ده بيجي من العلاقات الجنسية فما بيقولش لحد، بالإضافة إنه ممكن يخبي حتى على الأطباء والطاقم الطبي أما يكون رايح يعمل عملية مثلا، ما يقولش للدكتور عشان في بعض الأطباء ممكن ترفض إنها تعمل له العملية خوفا من انتقال العدوى ليهم. وللأسف التخفي ده وإن العيان يخبي بيخلينا ما نعرفش أعداد المرضى الحقيقي للإيدز وبيخليه ينتشر في الخفاء. تعالوا نعرف أكتر عن الإيدز وعن فيروس HIV. مرض الإيدز أو Acquired Immune Deficiency أو نقص المناعة المكتسب، ده مرض بيسببه فيروس اسمه HIV. الفيروس ده فيه منه نوعين HIV 1 و HIV 2، وكل نوع منهم بينقسم إلى أنواع. وكلمة إيدز غير كلمة HIV، كلمة إيدز معناها إن العيان اللي عنده الفيروس اللي هو HIV دخل في المضاعفات وبدأ يتأثر بالفيروس ده، والمناعة بتاعته قلت وبدأت تظهر مشاكل كبيرة للHIV. لكن لما نقول عيان عنده HIV مش معناها ان عنده ايدز، HIV مجرد اصابة بالفيروس. ممكن العيان يقعد 10 سنين ما عندوش مشاكل ويبدأ يدخل في مرحلة الايدز دي بعد 10 سنين، زي بالظبط العيان اللي عنده هيباتيتس سي فيروس او فيروس سي بتاع الكبد. ما ينفعش اقول ان اي عيان عنده فيروس سي عنده تليف كبدي، ممكن واحد عنده فيروس سي وعايش طول عمره ما عندوش حاجة، لكن اقول تليف كبدي لما يحصل فعلا التليف الكبدي بسبب فيروس سي. فلازم نفرق بين الاتنين دول، HIV معناها الفيروس، ايدز معناها ان الفيروس عمل مشاكل بالنسبة للعيان، وهنعرف الكلام ده كله بعد شوية. الفيروس ده اكتشفوه سنة 1981، ومنظمة الصحة العالمية أعلنت في 2015 إن في 36 مليون بني آدم عندهم فيروس HIV، وفي نفس السنة مات حوالي مليون بني آدم بسبب الفيروس ده. وده بس اللي منظمة الصحة العالمية قدرت تعدهم، لأن احنا قلنا إنه بينتشر في الخفاء، الناس مش عايزة تقول إن عندها HIV. فتخيل الأرقام دلوقتي كام في 2019 وفي الدول اللي ما فيهاش إحصاء طبي بشكل سليم. تعالوا نعرف الفيروس بينتقل بإيه وما بينتقلش بإيه. الفيروس بينتقل عن طريق أول حاجة الجنس بكل أنواعه طبعا، وخصوصا المثليين أو الشواذ. ثانيا عن طريق نقل الدم، وطبعا ده كان زمان شوية، دلوقتي بيعملوا فحوصات على الدم وبقى الموضوع ده صعب شوية، لكنه بينتقل برضو عن طريق نقل الدم. ثالثا السرنجات المستعملة والأدوات الجراحية المستعملة، زي مثلا الناس اللي بتاخد مخدرات عن طريق الحقن، تلاقي ده يشك نفسه وبعدين يديها لزميله فياخد هو كمان والعدوى تنتقل عن طريق هذه السرنجات. رابعا من الأم الحامل لابنها، سواء في مرحلة الولادة أو بالرضاعة الطبيعية بعد كده. دي الطرق اللي الفيروس بينتقل بيها، لكنهم لقوا إن الفيروس ما بينتقلش عن طريق العناق الأحضان، ولا عن طريق القبل ولا البوس يعني، ولا المصافحة بالإيد، ولا الاختلاط اليومي. لقوا إن الحاجات دي كلها ما بتنقلش الفيروس. كمان لقوا إن الحشرات والناموس والحاجات دي ما بتنقلش الفيروس، ولا عن طريق الهواء ولا عن طريق تلوث المية بالفيروس. الحاجات دي كلها ما بتنقلش فيروس HIV. كمان لقوا إن الذكور اللي معمول لهم ختان، اللي هم معمول لهم طهارة يعني، بيكون عندهم حماية من انتقال الفيروس ده بنسبة 60%. وكمان الختان بيحد من انتشار أمراض كتيرة بتنتقل عن طريق الجنس. عشان كده في بعض الدول غير المسلمة حتى بقوا يوصوا بالختان منعا لانتشار الأمراض التي تنتقل عن طريق الجنس. الفيروس ده لما بينتقل لشخص بيدمر جزء في جهازه المناعي اللي هو التي ليمفوسايتس اللي هي CD4 سيلز، وبالتالي ده بيدي فرصة لبعض الأورام السرطانية إنها تظهر، زي كابوسي ساركوما وزي الليمفوما. كمان بيدي فرصة لانتقال العدوى الانتهازية، يعني ميكروبات ضعيفة زي الكانديدا مثلا في الشخص الطبيعي ما تعملش مشكلة، لكن الشخص اللي عنده نقص المناعة ده ممكن تكون مميتة بالنسبة له، زي ما قلنا الكانديدا، زي التوكسيبلازموزيس، زي الهربس وغيرها كتير من العدوى. كمان الفيروس ده ليه بعض المشاكل الخاصة بيه شخصيا، اللي هي مثلا HIV related encephalopathy اللي هو اضطراب الوعي ومشاكل في الدماغ وغيبوبة بسبب الـ HIV، وكمان الـ HIV related dementia أو الجنون بسبب هذا الفيروس، وكمان حاجة اسمها HIV wasting syndrome، ودي عبارة عن إسهال مزمن وفقدان الوزن بسبب الفيروس.
لما شخص يجيله فيروس HIV بيمر بثلاث مراحل رئيسية. أول مرحلة اللي هي الـ Acute Sero Conversion أو الـ Acute Infection اللي هي مرحلة العدوى الحادة. بمجرد الفيروس ما يدخل الجسم ممكن العيان يبدأ يشعر بشوية حاجات شبه الإنفلونزا، بصراحة صعب أي دكتور يلقطها ويقول إن ده HIV. يعني العيان ممكن يحس بشوية التهاب في الحلق، ارتفاع درجة حرارة، آلام بالجسم، تعب، إرهاق، حاجات كده ما تقدرش تحددها، لكنه ممكن يعمل في الوقت ده تضخم في العقد الليمفاوية خصوصا في منطقة الرقبة. المرحلة الثانية اللي هي Asymptomatic Infection، ودي معناها إن العيان بيبقى خلاص الفيروس موجود عنده لكنه مش عامل أي مشاكل خالص ومش عامل أي أعراض. المرحلة دي ممكن تقعد 10 سنين في بعض الأوقات. ممكن يظهر في بعض الناس تضخم العقد الليمفاوية أو الغدد الليمفاوية دي بس. أما المرحلة الثالثة والأخيرة فهي دي بقى مرحلة الإيدز، ودي اللي بيكون فيها خلايا التي ليمفوسايتس اللي هي CD4 دي قلت خلاص، والمناعة قلت، والعدوى الانتهازية دي بدأت تظهر، بعض الأورام السرطانية تبدأ تظهر، الـ HIV wasting syndrome العيان يفضل إسهال على طول ووزنه يقل، ومشاكل الـ HIV كلها تظهر. هي دي المرحلة الثالثة والأخيرة. لو جالك عيان وشكيت ان عنده HIV تعمل له تحاليل ايه بالظبط؟ اول حاجه تعمل له HIV antibodies، ده تحليل متوفر ومنتشر لكنه بيظهر بعد 12 اسبوع من حدوث العدوى. لو انت محتاج حاجه اسرع شويه، بس بصراحه انا معرفش اذا كان ده متوفر ولا لا حاليا، اللي هو HIV antigen. كمان بتعمل للعيان ده CD4 count، تشوفهم كام عشان تقدر تشخص هل هو دخل في مرحلة الايدز ولا لسه مجرد HIV infection. لو كانت اقل من 200 فده خلاص في مرحلة ايدز. وكمان تعمل viral load، تشوف ال HIV RNA قد ايه، الفيرال لود بتاع العيان قد ايه. ممكن تحتاج تعمل شوية فحوصات تانية عشان المضاعفات، زي تعمل فحوصات تشوف فيه TB ولا لا، اللي هو الدرن او السل، تشوف الهيباتيتس اللي هو التهاب الكبدي سواء A أو B أو C، تعمل وظائف كلى ووظائف كبد، تعمل تحاليل التوكسوبلازموزيس، وتشوف الـ UTI أو العدوى في المسالك البولية موجودة ولا لا. بالنسبة لعلاج الـ HIV فالعلاجات الموجودة حاليا هي بتقلل أعداد الفيروس وبتحد من انتشاره وبتحجم نشاطه، لكنها ما بتقضيش عليه بشكل كامل، لكنها ممكن تقلل نشاط الفيروس ده لفترات طويلة جدا وتساعد العيان بشكل أكبر. وأخيرا لو أنت مريض عندك إيدز أو شاكك أن عندك إيدز، اتجه للطبيب فورا، ما تخجلش من ده، لأن أنت لما تعمل كده هتساعد الإنسانية بحالها في أننا نقدر نحصر المرضى دول ونمنع انتشار الفيروس ده لناس جديدة. كمان الطبيب هيديك إرشادات إزاي تتعامل مع الناس اللي حواليك وإزاي تحميهم إن هم ينتقل لهم الفيروس ده، ازاي تستخدم الواقي الذكري، ازاي شريكتك تستخدم الواقي الانثوي، ونعمل تحاليل للناس المخالطين ليك ونشوف هل هم كمان عندهم الفيروس ده ولا لا، وبكده تكون ساعدت نفسك وساعدت الناس كلها معاك. في ملحوظه ان بعض مرضى الايدز بقى اللي هو مخبي عن الاطباء بيدور على مرضى ايدز تانيين عشان يمارس معاهم الجنس، يعني واحد يشوف واحده عندها ايدز ويقول احنا كده كده احنا الاثنين عندنا ايدز فمش هنضر بعض. لا، برضو الكلام ده غلط، لان هو ممكن يكون عندها خامل، عندك انت نشط، الفيرال لود عندك انت كتير، عندها هي قليل، انت عندك انواع تانية غير اللي عندها، زي ما احنا قلنا الـ HIV ده انواع، فممكن تكون انت عندك انواع جديدة غير اللي عندها فتسبب لها عدوى تانية. كمان ممكن واحد يكون خد العلاج بشكل جزئي فينقل الفيروس الجديد ده للشخص الجديد، وبالتالي تظهر انواع جديدة وتحور جديد في الفيروس مقاوم للأدوية بعد كده، فبلاش برضو التصرف من دماغك واستشير الطبيب. وفي النهاية أحب أشكركم، اشتركوا في القناة واعمل لايك وشير، وشكرا لحضراتكم.